السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلاب الثالث المتوسط، نواصل وياكم إن شاء الله سلسلة شروحات رياضيات الثالث المتوسط للدفعة العام الدراسي الجديد، وصلنا وياكم إلى فقرة تأكد من فهمك، صفحة 35، عندي تأكد من فهمك تتكون من 16 سؤال مقسمة حسب الفقرات اللي موضحة قدامك، عندي أول شيء حلل كل مقدار باستعمال العامل المشترك الأكبر الجي سي اف، وتحقق من صحة الحل. عندي الفقرة الأخرى حلل كل مقدار باستعمال ثنائية الحد كعامل مشترك، الفقرة الثالثة حلل كل مقدار باستعمال خاصية التجميع وتحقق من صحة الحل، وآخر شيء عندي حلل المقدار باستعمال خاصية التجميع مع المعكوس، فإذا راح نبدي بأول فقرة اللي هي تحليل كل مقدار باستعمال العامل المشترك اللي هو الـ GCF وإحنا مثل ما وضحنا سابقاً. وشرحنا الجي سي اف بالتفصيل بالامثله فراح نبدا ان شاء الله اليوم نحل الاسئله او التمارين الخاصه بالجي سي اف فعندي اول سؤال اللي هو السؤال الاول آه, 9 اكس تربيع ناقص 21 اكس المطلوب من عندي انه احله باستعمال الجي سي اف فراح نجي هسا حتى نحل آه, باستخراج او باستعمال العامل المشترك اللي هو الاكبر الجي سي اف خلي بالك عزيزي الطالب دائما حتى تطلع العامل المشترك لازم تجي تحلل الاعداد اللي هي الارقام والحروف فاني هاي التسعة جاية من تسعة في واحد وجاية من ثلاثة في ثلاثة هاي الواحد وعشرين جاية من واحد وعشرين في واحد وجاية من سبعة في ثلاثة كجدول ضرب واحنا دائما قلنا بالارقام بالاعداد ناخذ العامل المشترك الاكبر بالارقام فهنا أنا عندي ثلاثة وهنا عندي ثلاثة فالعامل المشترك الأول بالأرقام اللي هو الثلاثة أما بالحروف راح ناخذ أصغر أس ناخذ أصغر أس فهنا عندنا إكس تربيع وهنا عندنا إكس أس واحد مثل ما قلنا فراح نطلع الإكس أس واحد عامل مشترك بعد نفتح قوس هذا الثلاثة إكس اللي اختارناه احنا راح يتقسم عليهم الثينات حتى يبقى باقي اخليه بالقوس فتسعة تقسيم ثلاثة بها ثلاثة إكس تربيع تروح من عندها إكس تبقى بس وحدة سالب ينزل واحد وعشرين إيش كم من ثلاثة بيها سبعة إكس يروح ويا الإكس فصار عندي هذا الناتج إذا العامل المشترك الأكبر راح يكون هو ثلاثة إكس زين هو بالسؤال قال ثم تحقق من صحة الحل فالتحقق عزيزي الطالب راح تبدي تكتب آخر خطوة توزعها على القوس تطلع لك السؤال نفسه يعني احنا مو قلنا 3 اكس قوس 3 اكس ناقص 7 وزع ال 3 اكس على القوس ايش راح يصير عندي؟ راح اكمل هنا 3 في 3 9 اكس في اكس اكس تربيع ناقص 3 في 7 21 واكس ينزل فصار عندي نفس السؤال اذا هذا هو التحقق فالتحقق لازم من تضرب العامل المشترك بالقوس يرجع السؤال نفسه هاي بالنسبه للنقطه الاولى نجي على النقطه الثانيه النقطة الثانية إذا أجي أقرأ السؤال النقطة الثانية هي عشرة ناقص عشر واي زائد خمسة واي تربيع طالب من عندي هنا نستخرج العامل المشترك فمن أجي بابا على هذا السؤال أول شيء لازم أشوفه أنه هذا آه ثلاث حدود وثلاثتهم يعني هذا ما يحتوي على واي يعني مو كلهم يحتوون على واي ما بيهم كلهم واي فالحروف ما اقدر اطلعها عامل مشترك فيبقى عندي العامل المشترك راح يكون فقط الاعداد اللي هي الارقام فالعشرة جاء من عشرة في واحد وجاية من خمسة في اثنين ال15 جاء من 15 في واحد وجاية من خمسة في ثلاثة الخمسة جاء من خمسة في واحد زين هذا تكتبه او ما تكتبه هو ما يبدو ما عندك لكن انت مباشرة شفهيا يعني بعقلك فانا من اجي باوع الخمسة موجودة بهم ثلاثتهم والخمسة هي اكبر عامل مشترك أكو غير الخمسة اللي هو الواحد، بس إحنا متفقين بالأعداد، ناخذ أكبر عامل مشترك، فراح ناخذ الخمسة، فالخمسة من تروح؟ عشرة تقسيم خمسة بها اثنين، 15 تقسيم خمسة بها ثلاثة، والواي ينزل، خمسة تروح ويا الخمسة يبقى بس الواي تربيع، إذا راح يكون العامل المشترك الأكبر هو خمسة، زين يعني عادي حتى لو يصير رقم مو إلا رقم وحرف، ماكو مشكلة، العامل. المشترك الأكبر هو خمسة تقدر ما تكتب العام المشترك تقدر تكتب GCF يساوي خمسة زين بالنسبة للتحقق هي نفس هاي الخطوة اللي وصلتها آني خمسة في القوس راح يدخل الخمسة على القوس يتوزع فاش راح يصير خمسة في اثنين عشرة خمسة في ثلاثة خمسة عشر وخمسة في واي خمسة واي تربيع فرجع السؤال نفسه هذا فيما يخص النقطة الثانية زين؟ من تأكد من فيك صفحة خمسة وثلاثة نجي يعني على النقطة الثالثة النقطة الثالثة لا جباوع على النقطة الثالثة اربعة عشر اس اربعة ناقص واحد وعشرين زت تربيع ناقص سبعة زد تكعيب. طالب من عندي استخراج العامل المشترك الاكبر زين؟ فأنا هنا أنا حتى اطلع العامل المشترك الاكبر قلنا لازم اول شيء نعرف الاعداد منين جايه؟ والحروف منين من جايه؟ الاعداد العوامل مالتها شفهيا او راح اكتب لك حتى اخاف واحد ما يعرف. ال 14 جايه من 14 في واحد احنا دائما اي معامل عندنا تضربه في واحد يعني مثلا 14 في واحد 21 واحد في واحد 7 في 1 هذا أول أي معامل عندك هاي الأرقام مالتها أن تضربه في 1 وبعد اكو غيرهن لو لا خلينا نشوف ال 14 جاي من 14 في 1 وجاي من 7 في 2 ال 21 21 في 1 و7 في 3 و 7 جاي من 7 في 1 إذا العامل المشترك الأكبر كأرقام اللي هو 7 زين بعد بالنسبة للحروف إذا جينا للحروف زت أس 4 يعني الزت متكررة 4 مرات زد اس 2 وزد اس 3 فناخذ اصغر قوه اللي هي زد تربيع ونفتح قوس 14 تقسيم 7 بها 2 زد اس 4 تروح من عندها 2 تبقى 2 ناقص 21 تقسيم 7 بها 3 والزد تربيع يروح 7 تقسيم 7 يروح يبقى بس الزد لان زد تكعيب تقسيم زد تربيع يبقى زد واحد اذا العامل المشترك الاكبر اللي هو GCF يساوي 7 زد تربيع نقدر نكتب التحقق التحقق كالاتي نكتب اخر شيء وصلنا 7 زد تربيع 2 زد تربيع ناقص 3 ناقص زد راح يتوزع عليهم كلهم ف7 في 2 14 زد تربيع في زد تربيع زد اس 4 7 في 3 21 زد تربيع ناقص سبعة في واحد سبعة وزد تربيع في زد زد أس ثلاثة فصار عندي هذا هو الناتج مال التحقق مال هاي بالنسبة للنقطة الرابعة الثالثة عفوا إذا نجي على النقطة الرابعة النقطة الرابعة عزيزي الطالب من تجي عليها نخلي لك ويا الحدودية جذور واحنا قلنا دائما الجذر مثل ما تعلمنا بالفصل الأول لازم نتعامل وياه أنه نحلله فمن تجي عندك جذر ثمانية جذر اثنين جذر ثلاثة دائما الجذر اللي يكون داخل الجذر ليس عدد أولي فأحلله فهسا إذا جيت على النقطة الرابعة وكتبتها أنا عندي جذر ثمانية تي تربيع آر زائد جذر اثنين قوس تي uh, آر تربيع ناقص جذر ثلاثة تي آر زين عندي هاي الحدودية طالب من عندي استخرج العامل المشترك الاكبر فراح نجي عليه حسن. اول شيء لازم احلل هاي الثمانيه والجذر الاثنين يدخل على القوس هذا الشغله لازم نسويها اول شيء اذا اجي احلل الثمانيه واحنا محللين الثمانيه سابقا لازم راح نعيدها على اثنين بها أربعة على اثنين بها اثنين على اثنين بها واحد حللناها بالفصل الاول اكثر من مره وحلتين من حللنا الثمانين هم حللناها زين فهي تعتبر اعاده الي فاذا حتى اجي اكتبها على شكل جذر تربيعي هاي تطلع من الجذر وهاي تبقى يعني اثنين جذر اثنين تي تربيع ار زائد هذا الجذر اثنين يدخل على القوس جذر اثنين نضرب بالاول يصير جذر اثنين تي ار تربيع جذر اثنين في جذر ثلاثه ما راح اضربهم راح اخليهم جذر اثنين جذر ثلاثه تي ار هذا اللي صار عندي واضح؟ اذا بعد ما حللت الثمانيه جذر ثمانيه ودخلنا العدد على الجذر اللي هو جذر اثنين صار عندي هسه اكو عامل مشترك بالنسبه للارقام الجذر اثنين موجود بهم ثلاثتهم فهذا اول عامل مشترك تي تربيع تي اس واحد تي اس واحد اذا اطلع اصغر اس اللي هو تي اس واحد ار اس واحد ار تربيع ار اس واحد اذا اطلع ار افتح قوس هذا الموجود عندي اللي هو جذر اثنين تي ار هذا راح نستخرج عامل مشترك يعني الجي سي اف، يعني يتقسم عليهم ثلاثتهم، واضح؟ إذا الاثنين تنزل، جذر اثنين يروح ويا جذر اثنين، عندي تي تربيع تروح ويا وحدة تبقى وحدة، والآر ينزل. جذر اثنين يروح ويا جذر اثنين، التي تروح ويا التي، آر تربيع تبقى بس آر. ناقص، جذر اثنين يروح ويا جذر اثنين، جذر ثلاثة، التي يروح ويا التي، والآر تروح ويا الآر. فيبقى عندي هذا الباقي. إذا الجي سي اف أو العامل المشترك الأكبر هو جذر 2 تي ار هذا في ما يخص النقطة الرابعة التحقق مالتها لأن هو قال لك ثم تحقق من صحة الحل هذا العامل المشترك اللي كتبناه نضربه في هذا المقدار نوزع راح يرجع السؤال نفسه فراح نجي جذر 2 في 2 هي 2 جذر 2 تي في تي تي تربيع واضح زين هنا اكو خطا خطانا وهو ال ال R من قسمت لازم ما ينكتب بعد ماكو R يروح زين شفت بالتحقق عرفت من اجى يضرب R في R يصير R تربيع وانا ما عندي R تربيع يعني اكو غلط فهذا يروح زائد جذر 2 ينزل وال T تنزل R في R R تربيع ناقص جذر 2 في جذر 3 تنزل جذر 2 جذر 3 تي ار فهذا هو الناتج معك إذا هذا التحقق، إضافة إلى حل السؤال. هاي بالنسبة للنقطة الرابعة. زين، بعد ما خلص النقطة الرابعة، عندي الفقرة الثانية. حلل كل مقدار باستعمال ثنائية الحد. عندي بثنائية الحد، عندي النقطة الخامسة. ثلاثة واي، إذا نجي نكتبها النقطة الخامسة. ثلاثة واي في واي ناقص أربعة. ناقص خمسة في واي ناقص أربعة طالب من عندي أحللها باستعمال ثنائية الحد كعامل مشترك اللي هي النقطة الخامسة دائما طلاب ثنائية الحد أنه معناته إنه, أنه أنت عندك قوس مشترك قوس يتكون من حدير مشترك فمن اجى عندي هذا القوس اللي هو واي ناقص أربعة وهذا القوس اللي هو واي ناقص أربعة عامل مشترك فراح نستخرجه برا إذا نسحبه برا عامل مشترك شو يبقى عندي؟ 3 واي ناقص خمسة فإذا أنا سحبت عامل المشترك اللي هو ثنائية الحد فصار عندي هاي بما يخص النقطة الخامسة زين النقطة السادسة النقطة السادسة شو عندي؟ واحد على أربعة تي زائد خمسة بين قوسين زائد واحد على ثلاثة تي تربيع بين قوسين تي زائد خمسة تي زائد خمسة فمن أجي أباوع على النقطة السادسة تي زائد خمسة مشترك بهم اثنيناتهم هذا أنا فهذا راح أسحبه عامل مشترك تي زائد خمسة فمن أسحب عامل مشترك شو راح يبقى عندي راح يبقى واحد على أربعة زائد واحد على ثلاثة تي تربيع هذا نسميه ثنائية الحد هاي فيما يخص النقطة السادسة النقطة السابعة جذر اثنين ان في اكس زائد واحد ناقص جذر ثلاثة ام في اكس زائد واحد هنا أنا بالنسبة للنقطة السابعة من أجاب عليها عندي الـ x زائد واحد عامل مشترك ثنائية الحد فنجي نكتبه برا فهذا من ينسحب عامل مشترك شو راح يبقى عندي جذر 2 n ناقص جذر 3 m فصار عندي هذا الناتج مالتي هاي فيما يخص النقطة السابعة إذا هنا أنا عزيزي الطالب إذا تجي عليه فقرة ثنائية الحد هي فقط تطبيق لموضوع أنه أستخرج قوس عام مشترك. النقطة الثامنة هي 2x قوس عبارة عن x تربيع ناقص 3 زائد 7 قوس x تربيع ناقص 3. إحنا دائما حتى نسحب عامل مشترك كثنائية حد لازم يكون القوس نفس الإشارة. فمن أجل باوع هذا القوس يشبه هذا القوس نفس الإشارة. فأسحب عامل مشترك. ايش راح يبقى عندي؟ 2x زائد 7 2x زائد 7 اذا هذا فيما يخص سؤال تحليل كل مقدار باستعمال ثنائيات الحد كعامل مشترك زين ننتقل الى السؤال الاخر يقول لك كل حلل كل مقدار باستعمال خاصيه التجميع وتحقق من صحه الحد احنا راح ننوه على شغله التحقق راح نحل باستخدام خاصيه التجميع وننوهك على التحقق فعندي النقطة التاسعة خلي اكتبها هي عبارة عن ثلاثة واي تربيع أو واي تكعيب عفوا ناقص ستة واي تربيع زائد سبعة واي ناقص أربعة عشر احنا مثل ما قلنا, قلنا قلنا دائما من ينطيني شيء أسئلة باستعمال خاصية التجميع نادرا ما ما مرتبة أغلب الأحيان يعني خمسة وتسعين بالمية يكون أول اثنين واحد وثاني اثنين واحد لما أجي أحد هذا السؤال باستعمال التجميع اول اثنين راح اجمعهم واحد يعني 3 واي تكعيب ناقص 6 واي تربيع اخليها داخل قوس زائد 7 واي ناقص 14 اخليها داخل قوس يعني اول اثنين اخليهم قوس وثاني اثنين اخليهم قوس بعدها راح اجي استخدم اللي هو جي سي اف الكل قوس من عندهم يعني هذا استخدم العامل المشترك وهذا استخدم العامل المشترك راح نجي هنا أنا عندي ثلاثة في واحد وهنا عندي ثلاثة في اثنين يعني عندي ثلاثة عامل مشترك واي تكعيب وواي تربيع الواي تربيع ثلاثة تروح ويا الثلاثة واي تكعيب تروح وياها من عندها اثنين تبقى بس وحدة ستة تقسيم ثلاثة اثنين وسد القوس زائد سبعة واي ناقص أربعة عشر سبعة واي ناقص أربعة أطلع عامل مشترك اللي هو السبعة بس لأن الواي ما مشترك ماكو واي هنا وبعد ال 14 هي 7 في 2 اذا ال 7 عامل مشترك 7 تروح ويا ال 7 14 تقسيم 7 بها 2 فصار عندي قوس يشبه قوس نفس السؤال القبله يعني ثنائيه الحد واي 2 اطلعها برا عامل المشترك فش يبقى عندي 3 واي تربيع زائد 7 فصار عندي هذا بالنسبه للنقطه التاسعه نجي للنقطه بعدها اللي هي نقطه 10 طالب من عندي تجميع من يقول لك مع المعكوس يعني راح يصير عندي اختلاف انه اشاره تختلف 21 ناقص 3 اكس زائد 35 اكس تربيع ناقص 5 اكس اس 3 هنا انا طلاب حتى اجمع لازم ننتبه على الاعداد والحروف فيه المجال ولا فمن اجي باوع ال21 اذا اجي اخليها ويا 35 او اخليها ويا الخمسه ماكو عامل مشترك بيناتهم بس الواحد وما يفيدني فلذلك اخليها ويا الثلاثه اذا اول اثنين اجمعهم سوا 21 ناقص 3 اكس زائد 35 اكس تربيع ناقص 5 اكس تكعيب حتى هنا أنا عندك تربيع بتكعيب الاس فقريب اما هنا ما عندي اصلا اكس وهنا عندي اكس اس واحد فايضا قريب لاحظ فتجمع دائما اللي تكون بيناتهم في شيء مشترك فال21 وال3 شنو المشترك بيناتهم اللي هو ال3 لان 7 في 3 21 و3 في 1 3 اذا ال3 بس لان هنا ماكو اكس فال21 بها 7 3 تروح ويا ال3 يبقى بس الاكس زين زائد 35 ب5 ال35 اكو عامل مشترك بيناتهم اللي هو ال5 والاكس تربيع والاكس تكعيب الاكس تربيع ف5 اكس تربيع زين نجا باور شنو المشترك بين يعني 35 تقسيم 5 من تضربه في 5 يطلع 35 احنا نعرف 5 في 5 25 و5 في 6 30 و5 في 7 35 يعني السبع اكس تربيع تروح ويا اكس تربيع الخمسه تروح ويا الخمسه اكس تك بتروح من عندها اثنين يبقى بس اكس واحد شلاحظ هنا الاحظ انه هذا القوس طلع يشبه هذا القوس يعني يعتمد هنا عندك العامل المشترك عزيز الطالب على حفظك لجدول الضرب الاعداد في جدول الضرب. اذا 7 ناقص اكس اطلعها خارج راح يبقى عندي 3 زائد 5 اكس تربيع. هذا هو التجميع بالتجميع. زين هسه واحد يقول استاذ انت ما حكيت لنا على التحقق من صحه الحل. عزيزي الطالب التحقق من صحه الحل حتى يعني خلينا نقول ما تدوخ نفسك به او ما اشوف عليك صعب. بالعكس تكتب هاي الخطوه ترجع على الخطوه اللي بعدها. هاي الخطوة تعطيك الخطوة اللي فوقها. وهاي الشيء الأقواس يرجع السؤال نفسه. يعني تشتغل بالعكس. لأن يعني هنا إذا جيت ضربت الثلاثة بالقوس. وبعدين رجعت ضربت الخمسة إكس تربيع بالقوس. 3 في 7 21، و3 في إكس 3 إكس. 5 في 7 35، و5 في 1 5. شيل الأقواس يرجع السؤال نفسه. زين؟ يعني آه نرجع بالعكس نشتغل. هاي فيما يخص آه السؤال العاشر أو النقطة العاشر نجعل اثنين ار تربيع كي زائد ثلاثة كي تربيع في ناقص أربعة ار تربيع في ناقص ستة في تربيع كي أجي أباوع آه هنا نطشر ليها فأنا لازم أجي أجمعهم سوى فمن اجاب أباوع آه هنا عزيزي الطالب شنو المشترك ك اكثر شيء كارقام وكحروف زين يعني اكثر شيء مشترك فمن اجي باوع هنا هي طبعا اخر وحده ايش منطيني اياها؟ اخر وحده منطيني اياها في يعني هاي V وعندي هنا ار حتى اميز بين الار والفي فنجي هسه باوع هذا ار وهذا ار وهذا في فايش راح نسوي؟ راح نجي نجمع هاي الاثنين ويا هاي الاربعه، لان اكو بيهم مشترك اللي هو الاثنين والار. وهاي الثلاثه ويا السته، لان اكو مشترك بينهم، اللي هو الثلاثه والفي. واضح؟ فهذا اللي راح يصير. اما اذا جمعت اول اثنين، راح يصير عندك ماكو بس المشترك اللي هو الكي. احنا نريد اكثر شيء مشترك. فاذا راح اجي اول واحد اخلي بمكانه وهذا اجيبه ام فصار عندي الار والاثنين مشترك الثلاثة كي تربيع في ويا الستة في تربيع كي هنا راح يصير عندي الثلاثة والفي مشترك واضح؟ لان هسه طالب راح يشوف الكي بكي يقول ليش ما نجمع هذول مو اذا جمعت هذا اللي هو اثنين ار تربيع ويا الكي ويا هذا راح يصير عندي المشترك الكي ومشترك عندي ايضا الستة في ثلاثة في اثنين تعطيني ست، يعني الاثنين هم مشترك، واضح؟ بس المشكلة وين راح تصير عندك؟ هنا الأربعة والثلاثة ماكو مشترك، بس الفي يعني هذول إذا جمعتهم سوى ماكو مشترك بيناتهم بس الفي فلذلك راح نجمع هذول واحد وهذول واحد حتى نطلع عامل مشترك أكثر ممكن، ممكن، فاكو عامل مشترك بيناتهم اللي هو الاثنين ار تربيع ار تربيع تطلع برا ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندنا اثنين تروح ويا الاثنين ار تربيع تروح اثنين ار تربيع يبقى بس عندي الكي ناقص أربعة ايش كم اثنين بها اثنين؟ ار تربيع تروح ار تربيع يبقى بس الفي فصار كي ناقص اثنين في وانت حتى تتاكد القوس الثاني اذا ما طلع يشبهها اذا لازم نجمع غير تجميع زائد هنا شنو المشترك بيناتهم اللي هو 3 والكي فقط زين، وبعد من المشترك الـ v راح اجي ثلاثة تروح ويا الثلاثة، كي تربيع تبقى عندي بس كي وحدة، الـ v تروح ويا الـ v، ناقص، ستة كم تلاتة ثلاثة بيها اثنين، v تربيع تروح وحدة تبقى وحدة، والكي تروح ويا كي إذا جمعت غير تجميع ما راح يطلع لك نفس القوس، ما راح تقدر تحصل على ثنائية الحد. فإذا صار عندي هذا القوس يشبه هذا القوس، كي ناقص اثنين في، أكتبه واحد وأفتح قوس فراح يروح هذا القوس يروح هذا القوس يبقى عندي 2 r تربيع زائد 3 3KV فهذا في فهذا فيما يخص النقطه 11 نجي على النقطه 12 نقطه 12 3 زد تربيع او 3 زد تكعيب ناقص جذر 18 زد تربيع زائد زد ناقص جذر اثنين اذا 3 زد تكعيب ناقص جذر 18 زد تربيع زائد زد ناقص جذر اثنين فمن اجي اباوع على النقطة 12 اقدر اجمع اول اثنين وثاني اثنين ماكو مشكلة لان هنا عندي زد تربيع بزد تكعيب وهنا عندي زد اس واحد بس لازم احلل ال 18 نشوف ال 18 نحللها ونشوف شنو اللي بيها مشترك فمن اجي احلل 18 راح ناخذها على 2 بها 9 على 3 بها 3 على 3 بها 1 فتطلع 3 جذر 2 اذا 3 زد تكعيب ناقص 3 جذر 2 زد تربيع زائد زد ناقص جذر 2 فاذا جمعت اول 2 وثاني 2 شنو راح يطلع عندي راح نجي نشوف هنا راح أطلع ثلاثة عامل مشترك وزد تربيع. الثلاثة تروح ويا الثلاثة، زت تكعيب يروح عند الثنين يبقى بس واحد. الثلاثة تروح ويا الثلاثة، والزد تربيع تروح ويا الزد تربيع يبقى بس الجذر اثنين. زائد، هنا زد ناقص جذر اثنين ماكو مشترك بيناتهم، ينزل، فصار عندي، صار هذا القوس يشبه هذا القوس. فيطلع برة عامل مشترك. زد ناقص جذر اثنين. زين. من استخرج هذا القوس عامل مشترك شو راح يبقى عندي؟ هذا يروح وهذا يروح راح يبقى 3 زت تربيع زائد اي شيء تقسمه على نفسه يبقى واحد فهنا من راح اطلع هذا القوس راح يبقى بداله واحد الباقي واحد فصار عندي زد ناقص جذر 2 في 3 زت تربيع زائد واحد اذا هذا فيما يخص النقطه 12 بها شويه ملاحظه جدا مهمه تنتبه عليها انه من اجمع ثاني اثنين ما كبيراتهم مشترك ومن استخرجه كثنائية الحد يبقى الباقي واحد. هاي لازم تنتبه عليها. هذا بالنسبة للسؤال 12. نجي على الفقرة الأخيرة. يقول حلل المقدار باستعمال خاصية التجميع مع المعكوس. واحنا من على التجميع مع المعكوس وضحنا انه قلنا راح يطلع عندي القوس مال ثنائية الحد انه شبيه بمشكلة اللي هي اكو اختلاف بالإشارة. فهذا اللي راح نتعامل وياه هنا أنا. فمن يقول لك التجميع مع المعكوس لازم تنتبه عليها فنجي هسه كتبنا التجميع مع المعكوس نكتب النقطه اللي هي اول نقطه من نقاط التجميع مع المعكوس اللي هي نقطه 13 21 واي تكعيب ناقص 7 واي تربيع زائد 3 ناقص 9 واي طالب من عندي تجميع مع المعكوس فراح اجي انا اول شيء اسوي اجمع تجميع عادي فهنا انا اول اثنين اجمعهم سوا وثاني اثنين اجمعهم سوا ماكو مشكله 21 و7 العام المشترك اللي هو 7 واي تكعب واي تربيع الواي تربيع 21 تروح من 7 تبقى 3 واي تكعب يبقى بس الواي 7 واي تربيع يروح ويا 7 واي تربيع يبقى 1 هنا عامل المشترك اللي هو الثلاثة ثلاثة تروح ويا ثلاثة واحد تسعة اش كم ثلاثة بيها اثنين والواي ينزل عفوا تسعة اش كم ثلاثة بيها ثلاثة ألاحظ هنا أنه طلع هذا القوس معكوس لهذا القوس فهو من قال لك التجميع مع المعكوس ده يقصد أنه راح يطلع لك قوس يختلف عن الثاني في الخطوة الثانية اللي هي مال صناعة الحد فش أحتاج القوس الثاني أضرب في سالب واحد اللي هو خارج القوس ونقلب القوس الثلاثة واي هي سالبة تصير موجبة وأقدمها لي قدام الواحد يصير سالب وأرجع لي وره. فصار نفس القوس إذا ثلاثة واي ناقص واحد أسحبها عامل مشترك يطلع بره ثنائية الحد يبقى سبعة واي تربيع ناقص ثلاثة وإذا قالك تحقق من صحة الحل مثل ما اتفقنا أنه نوزع تطلع الخطوة لفوق وهكذا هاي بالنسبة لنقطة 13 نقطة 14 هاي قال لي نصف إكس أس أربعة ناقص ربع إكس أس ثلاثة زائد خمسة ناقص عشرة إكس ناقص عشرة إكس. هنا انتبهوا لي شوي. ظهرت عندي فقرة جديدة اللي هي آه راح أطلع عامل مشترك. من هو؟ النصف والربع. واضح؟ لازم ننتبه عليه فنجي هسا أول شي راح نفصلها بالتفصيل حتى تكون واضحة عندنا الفكرة مال النقطة. فنجي نجمع، أول خطوة راح أسويها راح أجمع أول اثنين سوى، طبعًا عفوا الإكس وياها، وثاني اثنين سوى. فراح أجي، يعني صار عندي نصف إكس أس أربعة ناقص واحد على أربعة إكس تكعيب، زائد خمسة ناقص عشرة إكس. هذول جمعتهم سوى. الخطوة اللي بعدها شوف شنو العامل المشترك بيناتهم. إحنا متفقين كأعداد أو كأرقام، ناخذ أكبر عامل مشترك. لكن انا ما عندي يعني ما ماخذين ما كسور عفوا هسه صار عندي كسر نص بربع فدائما بالكسور تاخذ اللي يكون اصغر يعني عندك نص بربع فالربع اصغر او تاخذ المقام يكون اكبر فراح اطلع عامل مشترك اللي هو الربع واحد على اربعه الاكس اس اربعه والاكس اس ثلاثه راح اطلع الاكس تكعيب هسه طالب يقول استاذ ليش ما اخذنا النص؟ ليش ما اخذنا النص ليش اخذنا الربع؟ مو احنا متفقين العامل المشترك راح يرجع يتقسم عليهم كلهم. فاني هاي النص راح اقسمها على ربع وهاي الربع راح اقسمها على ربع. فنص تقسيم ربع الناتج اثنين. لكن اذا تعكس العمليه راح يطلع الناتج مو مو اثنين، يعني هاي مو عندك نصف اكس اس 4 راح اقسمها على العامل المشترك اللي هو واحد على أربعة اكس تكعيب. طبعا هنا 4 ناقص 3 تعطيني بس اكس هاي منتهي من, من عندها المشكله وين راح تصير هنا نصف تقسيم ربع فنصف اقسمها على ربع احنا نعرف القسمه تتحول الى ضرب ويقلب الكسر الثاني فيصير 1 على 2 في 4 على 1 لان تنقلب زين فاختصارات راح يطلع الناتج 2 لكن اذا عكستها بالعكس يعني طلعت النص جي سي اف اللي هو عامل مشترك ايش راح يصير عندك راح يصير 1 على 4 على 1 على 2 منتج تجي تقلب راح يصير اثنين على واحد، تختصر راح يبقى الباقي نص، راح يطلع كسر. فلذلك احنا اخذنا الربع، حتى بنقسم نقسم الباقي اثنين. فإذا نصف تقسيم ربع اثنين، اكس اس أربعة، تروح من عندها ثلاثة يبقى واحد، ناقص ربع تروح ويا ربع، والاكس تكعب تروح ويا الاكس تكعب بس الواحد. زائد خمسة وعشرة، العامل المشترك اللي هو الخمسة فقط. يصير عندي خمسة تروح ويا الخمسة، عشرة تقسيم. 5 بيها 2 والاكس ينزل فصار عندي هذا القوس عكس هذا القوس اذا راح اجي اقول 1 على 4 اكس تكعيب 2 اكس ناقص 1 هذا الخمسه اسويه سالب واقلب القوس الثاني يصير 2 اكس ناقص 1 يعني نقدم ونأخر من, من نقلب فصار عندي هسه ثنائية الحد 2 اكس ناقص 1 اطلعها برا 1 على 4 اكس تكعيب ناقص 5 هذا عندك مثل التوضيح يعني فصار عندي هذا الحل باستعمال التجميع مع المعكوس. فيما يخص النقطة 14، أتمنى تكون الفكرة واضحة أنه من خلف الواحد على أربعة عامل مشترك، هنا هي الفكرة. زين، النقطة 15، النقطة 15، 6 زت تكعيب ناقص 9 زت تربيع زائد 12 ناقص 8 زت. طالب من عندي تجميع مع المعكوس احنا راسا اول اثنين سوا وثاني اثنين سوا ستة بتسعة شنو المشترك بيناتهم اللي هو الثلاثة زد تكعيب زد تربيع اللي هو الزد تربيع ستة تقسيم ثلاثة اثنين زد تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة والزد تربيع تروح اثناش بثمانية شنو المشترك بيناتهم المشترك بيناتهم اللي هو الاربعة اكبر مشترك اثناش اش كم اربعة بيها ثلاثة ثمانية كم اربعة بيها اثنين والزت ينزل فاذا خل اعيد لان انا ما كنت منتبه 6 زد تكعيب ناقص 9 زد تربيع خليتها بين قوسين و12 ناقص 8 زد بين قوسين هنا المشترك بين 6 و9 اللي هو الثلاثه والزد تكعيب والزد تربيع المشترك اللي هو الزد تربيع ف6 ايش كم 3 ب2 الزد تكعيب تروح من 2 يبقى بس 1 ناقص 9 تقسيم 3 3 والزد تربيع تروح هي الزد تربيع الـ 12 وال 8 العام المشترك اللي هو الـ 4. 12 كم 4 بيها؟ 3. 8 كم 4 بيها؟ 2 وزت ينزل. صار عندي قوس يختلف عن قوس معكوسة. فالعدد الثاني اللي هو الأربعة راح أضيف له سالب وأقلب أعكس. الموجب أسويه سالب والسالب أسويه موجب. يعني أقدم وأأخر بالأعداد. فصار عندي هذا التجميع مع المعكوس. هاي فيما يخص النقطة 15. فيما يخص النقطة 16 النقطة 16 هي 5 تي تكعيب ناقص 15 تي تربيع إذا 5 تي تكعيب ناقص 15 تي تربيع ناقص 2 تي زائد 6 طالب من عندي التجميع مع المعكوس فإذا حتى أحل هذا السؤال راح أجمع أول 2 وثاني 2 طبعا مع الإشارة مالته دير بالك يعني 5 تي تكعيب ناقص 15 تي تربيع من اجي اجمع هو الاشاره مالته اقول زائد سالب 2 تي زائد 6 دير بالك هاي الاشاره تابعه للاثنين فتكون داخل التجميع داخل القوس وهنا أنا زائد بس من تكتبها برا وتجمع لا راح آه يختلف كل شيء دير بالك انت ما عليها هاي الفقره زين راح اجي هسه 5 ب 15 الخمسه تي تكعيب تي تربيع هي تي تربيع فخمسة تروح ويا الخمسة، تي تكعيب تروح ما عندها اثنين، تبقى بس واحدة، خمستاش كم خمسة بيها ثلاثة، والتي تربيع تروح، زائد راح نطلع عامل مشترك هنا اللي هو بس الاثنين، اثنين تروح ويا اثنين تبقى سالب تي، ستة كم اثنين بيها ثلاثة، يعني أقدر أقول هي ثلاثة ناقص تي، زين؟ مع المعكوس، يعني لازم أغير الإشارة مال الاثنين، أسويها سالب. فش راح يصير عندي؟ راح تصير موجب تي سالب ثلاثة فصارت عندي عكس الإشارة بعدين عدلتها صارت نفس الإشارة إذا ما سويت هاي الخطوة أنه من جمعت هذا السالب خليته داخل القوس حتى هنا بينات الموجب راح ما راح يطلع عندك هذا الشيء فلازم تنتبه لأن هاي السالب اثنين تي هي تابعة للاثنين السالب فإذا هذا باستخدام بعدين أطلع تي ناقص ثلاثة عامل مشترك راح يبقى عندي 5 تي تربيع ناقص 2 فصار عندي هذا التجميع مع المعكوس الخطوه اللي قبلها او السؤال اللي قبله يمكن ما سويت تجميع مع المعكوس ما كملت للاخير اللي هو نقطه 15 نقطه 15 آه لازم نطلع القوس عامل مشترك نسيناه اللي هو 2 زد ناقص 3 فشيبقى عندي 3 زد تربيع ناقص 4 يبقى عندنا هالشكل لازم نسوي الخطوه الاخيره اللي هي نطلع الثنائيه الحد عامل مشترك برا اذا هذا فيما يخص حل تمارين تاكد من فهمك صفحه 35 اللي هي 16 سؤال نتمنى لكم يا رب التوفيق والنجاح اللهم امين وانتظرونا ان شاء الله في الدروس القادمه حتى نكمل وياكم شرح التمارين والمواضيع الاخرى في امان الله